معايا على تليفون سيادة النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشباب في المجلس. برحب بحضرتك معانا يا سيادة النائب. مساء الخير، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني انتهيتوا لايه في الاخر؟ يعني ايه اللي طلعتوا بيه من اللقاء ده او جلسه الاستماع اللي حصل بخصوص اللي حصل في النادي الاهلي؟ طب ما نيجي من الاول. اتفضل. هو عامه الاخر لسه المفروض، يعني الاخر المفروض يعني صدور القانون هنا واعلانه للناس، لكن احنا لسه مواصلين اجتماعاتنا، ولسه بكره في اجتماع والاسابيع التاليه في اجتماع. القانون صعب ومش سهل. وبيعالج تراكمات كتير. هو انا بس النهارده تنبأت ان القانون القديم، قانون 77 لسنه 75، في نص عقوبه بالحبس مده لا تزيد عن 6 شهور وغرامه لا تزيد عن 100 جنيه لكل ما قام قبل او اثناء او بعد المباريات والانشطه الرياضيه في الملاعب والانديه بالاخلال بالامن او حسن الاداء او حمل او القاء مواد صلبه او متفجره او اشعال مواد حارقه. طيب. او تعطيل سير المباريات. طيب. او الاعتداء بالفعل او القول على احد افراد الفرق الرياضيه او الحكام او المدربين والاداريين. او اتلاف الاموال الثابته او المنقوله في الانديه والملاعب. اذا القانون القديم نفسه موجود وفي حل للمشكله. مفيش تفعيل. ودي مشكلتنا في كل حياتنا، ما احنا برضه بنجرم، عندنا قوانين بتجرم الاعتداء على الاراضي الزراعيه، وبقالنا عشرات السنين بنجرف في الاراضي الزراعيه وبنبني عليها. وفي قانون للمرور ان انت معاذ بشوف ناس بتمشي عكس الاتجاه. المهم تفعيل القانون. احنا النهارده حضر عدد كبير من النواب الجلسه، كان موجود اللواء هاني جرجس مندوب عن وزاره الداخليه، هو حقيقه نفى ضرب اللاعب عمرو بن مطوه مهاجم النادي الاهلي على عكس ما تناقلت وسائل الاعلام. لكن احنا شفنا صوت وصوره، شفنا الجمهور وبيقتحم الملعب، شفنا احد الجماهير بيجري خارج في اللعيبه وفيده شمروخ. هو قال ان النادي الاهلي لم يحرر محرز زي ما حضرتك ذكرتي في بدايه الاتصال. صحيح. ودي طبعا يعني يلام فيها النادي الاهلي. يلام فيها النادي الاهلي. والداخليه عارفه مين الرؤوس الولاد دول. وسط الالتراس في ولاد متربين كويس ومتعلمين كويس، ولاد طيب. طيبين جدا. بس قبل بيقودهم وانا بقوله على مسؤوليتي بعض المفلتين والخارجين على القانون. طيب بس قبل المحضر وان النادي الاهلي ما طلبش نتحرر محاضر، يعني التامين او القصور في التامين او نوصل للمشهد ده، حملته المسؤوليه للنادي الاهلي ولا للداخليه؟ بص حضرتك، هو الداخليه مش هي يعني تامن كل تدريبات الانديه، لكن الاهلي ليه وضع خاص يعني، وفي ظل ظروف خاصه وجمهور الخارج غضبان بعد خساره من نادي الزمالك في نهائي الكاس وخروج في بطوله افريقيا، وفي بعض الاحتقان. كان اللي حصل النهارده النادي الاهلي المفترض يكون في تمرين يوم الحدث، المفترض يكون في تمرين في النادي الاهلي في الجزيره، اداره النادي الاهلي قررت نقل التدريب لملاعب النادي الاهلي في مدينه نصر دون اختيار للداخليه. الكلام ده وفقا لما قاله اللي هو هاني جرجس مساعد مدير امن القاهره، دون اختيار للداخليه. دون اختيار للداخليه، عشان كده نقول خلاص الداخليه لا لوم عليها في النقطه دي. راحوا اتمرنوا الاولاد، طبعا عندهم خبر سبقوا الداخليه، كانت النادي الاهلي كان على مبلغه وكانت الاحداث دي وقعت، فما رضاش نلوم الداخليه. وبرضه في نفس الوقت انا يعني مش الداخليه مش مطالبه ان هي تقف. انا امبارح شفت بعينيا حوالي فوق مثلا يجي 2000 عسكري وضابط حوالين النادي الاهلي واتحاد الكوره في الجزيره. طب والناس دي احنا عندنا الداخليه عندها اعباء ثانيه وعندها اعمال ثانيه اهم واخطر. عندنا مواجهه ارهاب تسبب في ان الوقت فقدنا سياحه، احنا كان مفترض سياحه سنه 2000 كان لينا دخل موارد منها 15 مليار دولار، مفترض في الايام اللي احنا فيها دي كنت توصل له 20 او 25 مليار دولار، مفيش، اضافه ان في 5 مليون واحد بيقتاطوا من السياحه قاعدين في بيوتهم. انا عايز اقول لكل شاب من دولت يعني سواء جامعي او معاه مؤهل متوسط، ما تشكيش انك مش لاقي شغل. يعني دلوقتي ما انت طب بس طب رجعنا يا سياده النائب للنادي الاهلي الالتراس، يعني هل في خوف من الالتراس؟ هل يعني النادي الاهلي عامل حساب ليهم؟ يعني مساله عدم تحرير محاضر، العلاقه ما بين النادي والالتراس، انتوا شايفينها ازاي او ازاي تم مناقشتها في اللجنه؟ لا انا لوم النادي الاهلي، لا انا لوم النادي الاهلي، اللي يدخل ويقتحم الملعب ويحاول ويعتدي على اللعيب ده لازم يخرج عليك ساعتها في حالها. انما ان انا ارفض اعمل محضر يبقى كلام، يبقى انا مش بتعاون وانا بساعد.